السلام عليكم. في إطار الشراكة اللي أصبحت الآن استراتيجية بالنسبة للفلاحة في الجزائر، وهذه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير الفلاحة، إذن فيها عملية نتاع تعزيز القدرات الجزائرية في إنتاج مشاتل نتاع الخضر والفواكه، وخاصة بعد النقص الكبير اللي من حيث المساحات الزراعية بدأت هذه الولاية تتجه نحو إنتاج المشاتل بطريقة علمية وباستعمال أحدث الاكتشافات والتكنولوجيات في ميدان التكاثر نتاع المشاتل في النباتات الخضر والفواكه، وكذلك النباتات نتاع الزينة كالأشجار نتاع الزينة. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو في الموضوع، وإن شاء الله هذا الاتجاه وهذا الميدان نتاع التطوير نتاع المشاتل يتوجه نحو الأشجار نتاع اللي تستعمل في تشجير المدن نتاعنا وحواف الطرقات. إذن إن شاء الله تكون فيه اتجاه لتطوير المشاتل في تكثير الأشجار الزينة، وخاصة في الحدائق، ولما هذه الأهمية كقصوى لعملية التشجير في الجزائر. إذن لابد من المستثمرين والمهندسين والمدارس العليا نتاع الفلاحة والزراعة أن يهتموا بهذا الجانب العلمي نتاع التشجير ونتاع نقل الأشجار والعناية بها وتكثيرها. وإذا لابد من هذا الجانب. نخليكم تتابعوا هذه الفيديو حول الموضوع نتاع المشاتل في الإطار الاستراتيجي التشاركي بين القطاع العام والقطاع الخاص. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. بوابة استثمار فلاحي واعد تحمله مشتلة وادي الفضة بشلف على امتداد مساحة فقط 200 هكتار، أكثر من 100 هكتار منها مستغلة بين متابعة وتطوير زراعة الأشجار على اختلافها وبكل مراحلها. عندنا بريكوسي سيزونيار إتارديف، شتلا نبدأها من البذرة، ومن بعد الجريفاج حتى توجد الشتلة خرجوها سواء بلانتاسيون او نيفو دو بيبينير ولا خرجوها للفلاح. انتاج لمختلف الشتلات اثمر مردودا معتبرا في انتاج مختلف الاشجار على رأسها الحمضيات، اثبتت بها نجاعة رؤية الدولة في استراتيجية دمج القطاعين العام والخاص ضمن استثمار فلاحي برهن كفاءة العمل وفق تقنيات حديثة وتجارب متطورة سمح بفتح اكثر من 100 منصب شغل دائم. من 75 راني نقول لك باللي والله راني فيها وما زلت فيها، في البداية كانت مليحة ومن بعد رجعت طاحت، ومن بعدها كي دخلوا الشعب انها الدولة راهي تمشي نورمال. ولدعم الدولة بين تدعيم المشتل بالوسائل والمرافقة الجادة لأجهزتها الإدارية، الأثر الأكبر معززا دور هذه المشتل في تثمين الإنتاج المحلي أتى أكله ولوج الأسواق الخارجية. أصناف جديدة إنتاجية عالية، ودائما احنا دائما ندخلوا رانا نروحوا نتوجهوا العصر، صدرنا الكليمانتين إلى كندا ودبي. وافقنا هذا المشروع من خلال تسجيله على مستوى الشباك الواحد المركزي بولاية شلف مع منحه جميع الامتيازات التي يضمنها القانون السابق 16.09 المتعلق بالاستثمار. استفاد المشروع من مزايا الإنجاز حيث مزايا جبائية معتبرة، إضافة إلى المزايا المتعلقة بمرحلة الاستغلال. جويلية 2022 مواكبة لصدور قانون الاستثمار 22-18 سجلنا ما يفوق 65 مشروع استثماري إلى غاية اليوم. مشتلة وادي الفضة بشلف مثال ناجح للاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية في تطوير شعبة غرس الأشجار المثمرة بجودة عالية تؤهل ولاية شلف قطبا فلاحيا يعول عليها
اكتفاء محليا إلى توفير مداخيل بديلة خارج قطاع المحروقات.